قوم تشوف لي اخواتك خلصوا حبكة السبت ولا كده وخلي واحد فيهم يجيني قوام. يلا روح. خلصت حبكة السبت ولا لسه؟ يا اخي مدينة شغالين. ابو حد فيكم يروح يكلم ابوه. قول له ماشي مدينة طالع ميتين ابونا في الحبيب. قول له جايين جايين. يلا يلا. ما حدش فيهم راضي يجي. شغالين هم ولا ملعبوا؟ شغالين. يعني أنت قلت لهم كلم أبوكم؟ آه. يقول لك إياه؟ قلنا ماشي هذين جايين. لا بلا بينا لما رح أشوفهم شغالين صح ولا عشان أعرفهم من ساعة ما طلعت الموبايلات دي وما فيش فايدة فيهم هم. اربط يا تدحش زين في النخلة اربط يد في النخلة اربط في النخلة غور. اربط زين كذي عشان عارف تدحش فقر أنا زي أصحابه. ايوه اربط زين قرر. ها تمام كده ماشي كويس. طيب يلا بينا يلا بخلى اخوك يبقى يجيب له اشوف برضه ما حطوش وما كده ما في والجرجر فاضي هو جرجر فاضي ما يقطع ما يقطع تيه روح حشيت بلد تحشروه بلا قاطعه خلي سالت على وراي عند اخواتك يا يدخل بنت اللي عندك تبعت لي يا بالله يا كرت بنت بالله عن ميتين ابوك الله سبعتها لك ابا ماشي تبعت لك ابا لا يا اخي بابا انا غلطان ابوك 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 ما شفتك في ولد الكاز هذا اللي كنت خايف منه ها يا من من بعد الظهر قلت احنا قوم السبتين دول هم دول السبتين دولي ها هم دول السبتين يا ابوي من بعد الظهر اتنفذ قمي اتنفذ 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 يا حاج تعال خلص السبات اجي وحدك يا مين ولا تروح حتى رمس حديث يا بزعان حاب تتمسخر في التلفات اروح معاه تزعي نفذ تروح معاه خلص السبات اجي حاضر يا بابا من النهار كله عقل قدوف نزالوا السبات ما كملتاش السبات لا رجال اتكلوا عليكم برضه تجيبوا خير برضه العيب فيكم بس تسالوا الدلدل كده عاوز اتجوز ابوي عاوز اتجوز ابوي خلص 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 يا ده اسلام يا ود يا ود خذ يا روح هات لي كوباية الشاي من جوا كده قوم بس نضيع العزيم معاه فلاد عارف ده لسه بعد من متى كده بعتناه الله يخرب بيتك يا شيخ ايوه جدع ولدي انت اسلام انت جدع لما تكبر انا اللي عاوزه اجيبه لك بس ولدي الاول روح شوف اخوك المقطع ده جا ولا لسه ما جاش شفت انت متاكد انه ما جاش انا طيب جدع ولدي روح يا تروح تاخذ لك شويه اسويت يا شيخ قول معاي عشان عاوز شويه بوس جدع ولدي وترميهم للدحش يا ولدي ماشي خلاص عشان يا ولدي حرام علينا طب هو اخوك لسه ما يدلدل لسه ما ليش ما عرفنوش يتلم على حد من صحابه وركنوا على جنبه ولا ايه وحرام علينا ولدي بهايم دي ربنا يحاسبنا عليها في الاخر ده ما لخرس يا ولدي روح خش تبوس روح ودي من الدحش جدع ولدي ماشي خلاص يلا جدع ولما تجي هديك جنيه عملتيها؟ حطيت الأكل للحمار وحطيت الجرجر في المية. طيب تمام جدع ولدي. بس الجنيه اللي قلت لي عليها. جنيه؟ أنا قلت لك على جنيهات. أيوه. ماتي. بدري لما حطيت الأكل للحمار. تنساش حاجة بدأ؟ أبدا. أيوه خذ.
نفسك. هو دي طبعا 5 جنيه. 5 جنيه؟ طب ما كل حاجة غالية الدروة. كل حاجة غالية؟ طب أنا مال بالحكاية داي. وين عايز أصرف اللي أنا عايزه؟ بس خذت لك كيس كارتين دروك مش حالك. 5 جنيه يابا. خذ 5 جنيه ومش حالك بيه فوتك. جدع ولدي. بسمع الكلام جدع جدع محبك أنت. بسمع الكلام عشان لما تكبر أعمل لك اللي عايز. تبقى زي إخواتك الكبار دك وسعرانين دروك. لا. جدع ولدي. جدع إسلام يا. هات لي محمود أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حاج. توك اللي جاي. أنت مش تبطل الجد لدي. ليه يا أبوي؟ كل ما بعدك على مصلحة تقضي فيها النهار. والله يا حاج أنت دايما ظلمني. ظلمك كيف يعني؟ الساعة كم معك دروك يا؟ الساعة دروك 6 يا أبوي. الساعة 6؟ يا أبوي لسه الليل قاعد بعياله. هذا اللي فرحين فيه. هذا اللي فرحين فيه غير المقبرة والمسخرة. فين جبت البرسيم انا نسيت؟ يا ابوي انا رحت السوق وقعدت ادور الاكل لقيت السوق فاضي ما فيهوش ناس خالص. بس ناس ما دار؟ لا مسأل واحد ما اقول له الناس اللي هنا ما يبيعوا البرسيم راحوا فين؟ قال لي نقلوهم البنزيني. نقلوهم البنزيني؟ يا حبيبي يا تضحك زي الناس يا كذا. والله انا استغربت زي كذا بالضبط يا حبيبي. سألت واحد واثنين وثلاثه قالوا نقلوهم البنزيني. رحت اشوف اقول اشوف الناس دي كيف نقوا راح يعملوا في البنزين. لقيت طابور جاي واصل لغايه الكحت بتاع الصرف الصحي والطابور الثاني واصل لغايه مصنع السكر. هي يعني الطابورين ده يعني طابور بتاع البرسيم الحجازي وطابور بتاع البرسيم البلدي. على اساس يعني انه البرسيم الحجازي 92 والبرسيم البلدي 80. ايوه الله ينور عليك يا حاج. ما شاء الله ما شاء الله حقه زين والله. طيب يعني دلوك ما جبتش انت حاجه؟ ابى اجيب منين يا ابوي؟ انا ما كان معي الدحش عشان اموال. على ايش معي الدحش؟ على رايك على رايك. السلام عليكم. مرحبا مرحبا بالخالد الثاني. يا حاج مرحبا.
هي عملت زيارة؟ لا كله تمام يا حي. رفعنا البساط عملناهم ورفعناهم وركناهم على الحيط لغايه تجي العربيه بكره الصبح تشيلهم على طول. طب وخلي بالك وبسجل في الدفتر عشان انت واخد مننا قبل كده لا يجي 50 سباتي. كله تمام. وما قبضك ولا ما لا ما قبضنيش المره اللي فاتت. كيف ما قبضكش؟ ما انا هجيبه فلوس منين يا حبيبي؟ ما قبضنيش المره اللي فاتت. لا تروح تنده عليه في البيت يقول له ابويا ما يقول لك انت فلوسات قال. خلاص ماشي. لو جاك بكره ما تخليش يرفع البوصه. خلاص ماشي. غير لما يقبضك القديم. خلاص ماشي. يا دي الحكاوي دي الوخيات اللي تحكيها دي. والله يا ابوي من ساعة ما البنزين دلي والناس بتضرب كف على كف ما عارفه ايش تعمل ايه. وانا كمان سمعت انه يشغلوا قال الحمير بلا عربات الكبوت. والله حكى اول مره نسمعها دي يا خالد. حكاوية دي يا ابوي. خذ هذا قوم يا روح الحق عمك. هذا طالما خذ. نعم. قول له اتفق لك مع كم حماره على كم دحش. نعم. على 200 3 كرب. عشان خاطر يروح وياه يروح بيهم الفرح. تقول له ما فيش عربيه ما فيش عربيه كبوت. خلاص ماشي. روح الحق قبل ما اتفق مع العربيه تروح. ماشي. السلام عليكم. يا عم انت ايش سمعت كذا انت لازم كذا انت تمول ما تقول كذا بدها على جنب. حاضر يا ابوي. احنا نبغى منك ولا من البنزين اللي ما يقولوا زاد وما زادش و... حاضر يا ابوي. ونعمل ايه في البلد مش بعيده كمان اكيد يقول لك رخص. ممكن يقول لك خذ الحمير ورخصوها وفحصوها وناقصه روح وقل له حط مشاكل. يا ابوي حتى ما تقلقش حتى لو الكلام ده حصل احنا الدحش بتاعنا من 2016 ولو احتاجها احتاجيه يعني مرشح ابن الراكب حافظ بعض طقم اسنان كامل بس وكمان زاد عليهم حط ظل الجام جديد عشان ما يقول لكش فين اللجام. لا مش بعيدة كمان يقول لك عايزين طفاية. لا طفاية في العربية بس عشان البنزين ما يولع لكن ده حمار لو بالكثير ده لو حصل له حاجة يجي له اسهال يجيبوا له شريط انتفركين من الصيدلية وخلاص. والله العظيم ابيع حكى اول مرة اسمعوها. يقول لي بس الواحد يقول لي والله في الزمن ده ربنا يغيثني ربنا يغيثنا يا غالي في الزمن دي احنا هنرجع لورا بعد ما الناس تقدمت الناس وصلت للقمر واحنا لسه شغالين بالبهايك بدل ما نطلع لقدام نرجع لورا نرجع لايام زمان ويا ريت ايام زمان هترجع بخيري انا لا بالفقر بتاعي.